تعالوا نتوحد، لا فرقة لا لون دم، أصل أصل واحد تتعدد بيئات السودان، سودان الوطن القارة يظهر بكثير من المقاومات أيا كانت، يجب أن نستغلها استغلال صحيح. يعني هذا التنوع، أكرر مرة أخرى، هو شكل الإنسان الواعد. تراء السودان مختلف، مناخ، بيئة، سحنات، لهجات، لغات، ما موجود في أي مكان آخر. وعندما نتكلم عن بلداننا أو مناطقنا أو أقاليمنا في كل ولايات السودان، هي عنوان لجمال معين، روعة مكان وجمال إنسان. نتابع بلدنا حلوة، نختم بها لقاءنا الصباحي معاكم على أمل أن ألتقيكم في مساحات أخرى صباحية. عاطر تحياتي وتحايا فريق العمل الذي سعيد جدا وأنا أنقل جهدهم على الهواء. أهلا وسهلا بالجميع، إن شاء الله نلتقيكم في مساحات أخرى مشاهدينا. نتابع بلدنا حلوة، مع السلامة. فصل الخريف عند قبائل البقارة في كردفان بمواسم الأفراح، يعودون فيه للشق الرملي في شمالها، يتفيؤون من الأرض الفسيحة والمراعي الواسعة، أماكن لإقامة الأفراح خاصة الزواج. هنا طاب المقام لقبيلة الترجم، إحدى مكونات قبائل الحوازمة، قريبة من مناطق أبو حراز وكازجيل، وهي أسواق مهمة بالنسبة لهم. تجري هذه اللحظات ترتيبات لزواج أحد أبناء القبيلة. دائما المراسيم عندنا بتبدأ يوم الثلاثة، السهار في بيت أبو الولد، ويوم الأربع السهار في بيت أم البنت، الخميس الجيلة، الخميس في المساء تتم الدخلة، ويوم الجمعة يكون انتهى كل شيء. العريس يسير من يوم الخميس، من العادات أن يوم الخميس يسير ويدخل بيته يوم الخميس، ويصبح يوم الجمعة هو في بيته صبيحة الجمعة. تتسارع خطى هؤلاء النسوة لبناء منزل الزوجية للعروسين، وهو مناسبة قائمة بذاتها، لها طقوسها وترتيباتها الخاصة، فللموقع شرق الفريق اعتبار، وكذلك نوعية الأشجار التي يبنى منها، والبروش التي يغطى بها، والأيادي المباركة التي تربط مكونات الدار. بيت العرس دائما يعني في مجموعة من الناس بتتشارك في تشييد بيت العرس. نحن في البداية يعني الدور كبير على أم العروس وعلى إخواتها وعلى كل الناس اللي معاها. لما نتحدد الزواج وتبدأ المراسم الفرح، بيكون بداية في بيت العرس. أول شيء اختيار الموقع، الموقع بيكون دائما أنا أقول يعني بياخذوا له الموقع الشرق تيمنا بالقبلة، إذا كان فريق بالنسبة للرحل أو في قرية ثابتة أو حتى في المدن. أما البيت من الخارج فلا بد أن يكون علامة ورمزا للزواج بألوانه الزاهية وموقعه في واجهة الفريق. تصحب عملية البناء للبيت بنوعية محددة من الأغاني التي تدعو للزوجين بالسعادة والاستقرار والنماء. بعد اكتمال بيت الزوجية يسدل عليه رداء أبيض يجلب خصيصا للمناسبة يسمى الطاقة. يتجه الناس لمراسم الزواج الأخرى، وهي تجهيز العريس والعروس. في ليلة الحنة والقدومة دائما ما يحاط العريس بمجموعة من أصدقائه وأبناء وبنات القبيلة. توضع الضريرة للعريس وتعم المكان الفرحة، وتتعالى أصوات المغنيات وزغاريد الفرح، ويعبق المكان بشذى العطور والبخور. في نص الليل بتبدأ أغاني القيدومة اللي بتنجد أسرة العريس، يمكن لحد الصباح بتكون متواصلة، وأغاني القيدومة دي أغاني للاستماع
كلها في الشجاعة وفي الكرم وفي الفروسية. لحد ما يصبح الصباح يعني بتلقى الناس وفي ترابط بين الأهل وبين الأقارب. العريس ده نفسه يعني النسوان اللي كان المسهرات لحد الصباح وطبعا معهم رجال بيلفوا حول الفريق وبيقيفوا في بيوت أخوال العريس في الغالب يعني وحتى يعني الوقفة أو يعني قدام البيت اللي بيقفوا فيه يعني بيطلع صاحبه بيكون فرحان جدا وممكن يدوم هدية وممكن يضبح له ممكن يدوم قروش. ودائما يعني برضو حاجة مربوطة بالسهرة دي يعني السهارات ديل بيضبحوا لهم خروف براهن. يعني تخيل انه الخروف ده بيتضبح يمكن 2 صباحا لحد 4 صباحا الناس دي بتلقاهم بياكلوا لحمتهم دي وفي قروش بتتخطى لهم اثناء ما هم بيغنوا والعريس بيبشروا العريزات وما بنوم لحد الصباح واصحابه. وبعد ذاك بتبدا يعني الفتره الصباحيه بكون فيها فطور العريس بتجيبه ام العريس ام العروس والفطور ذاته يعني شكله مميز وداخل اللقمه دي بتدفن يعني بكون في مفاجاه يعني ممكن تكون سمنة أو كنافة أو بسكويت أو حلاوة. وبرضو القدح ده بيرجع برضو بما بيرجع فاضي بيكون برضو فيه هدية برضو من العريس. وبعد ذلك دايما في القيلة العريس بتخير له حتة يعني في الغالب الناس بتمشي لموقع مورد أو مناطق فيها ظل فحتى بسوقوه وبتكون الأغاني عريس نوين نقيل به في الشجرة مكعكولا كي. بعد قضاء النهار في الأماكن الخضراء والوارفة يعود العريس للفريق وقبل الدخول لبيت الزوجية يطوف العريس 7 مرات حول بيته قبل الدخول تيمنا بأيام الأسبوع وتتم عملية قطع الرحط والأفراح في الغالب تستمر أياما قبل وبعد الزواج. بعد الزواج وخلاص العروس دي بتكون ماشي على بيتها والإعداد برضو بكون لفترة يعني أعمال السيور والسرير الدرنجل ذاته بيحتاج لعمل مجهود وكبير وفيه مساعدة وفيه نفير يعني إخواتها بساعدنها وكل الناس. ويعني برضو أنا أقول التداخل الثقافي يعني حتى أهل البقارة بقولوا دخولهم للسودان يعني كانوا هم أبالة ولكن طبيعة المنطقة الطينية خلتهم يعني يتجهوا لسعاية الأبقار. وهسي حاليا في الفترة القريب يعني برضو بتشاهد انه ممكن يعني العروس يجهزوا لها بيتها وهي ماشي على بيتها يعني برضو ممكن تكون على يعني في جمل. ونفس المواد اللي بيشيل اللي بتكون في التور هي يعني هسي عروسنا دي ما شاء الله يعني هي يعني البيت جديد وفيه كل الحاجات الزينة من بروش ومن أعمال سيور الشبكة اللي بتكون معروض وبيكون أدواتها الخاصة باستخداماتها في المنزل. وأي زول يعني لما يجي المفروض في الفريق يعرف بيت العروس بكل الجماليات اللي فيهم. إذن هي أفراح لا تنقطع ترتبط دائما بموسم الخريف عند قبائل البقرة في كردفان. تتجدد حياتهم بالمناسبات السعيدة والأفراح يتزودون لمسيرة العودة جنوبا بكل ما يحتاجونه من الأسواق التي تنتعش بمقدمهم. عبد اللطيف عبد الله لبرنامج كاميرا الشروق شمال كردفان مدينة الأبيض.